يتهدد وينقال له كلام. طيب انتوا تعرفون وش وضعه؟ تعرفون هو انسان يعني كيف عايش؟ هو ليش داخل في التيك توك؟ ليش يتهدد على ايه يعني؟ واذا احكامه كذا تيك توك خلوه يعني على راحته. يهدد هو مسكين خاف ترى. سلمى الانسان هذا ضعيف حرام يعني، يرحم ضعيف وصغير، ترى صغير صغير في مرة. العمر ايه ويعني مسكين والله يا لايفة. أول ما دخل تيك توك أقسم بالله ما يدخل عليه إلا 100 يا عمري ولا 40. شوف الحين ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ايه ما ما شاء شاء الله، الله الله، يزيد 30 ألف. ترى لازم احنا نكون معاه، لازم يعني نقول له كمل، لانه كاتبين لي ترى بيعتزل بيعتزل لا بيعتزل اخر قفل بث. صاح مات من الصياح وقفل. قفل البث خلاص. أنا ليش داخل الحين؟ تخيل دخلت عشان أكلمه ما يرد. يوه لا ان شاء الله، لا ان شاء الله، مرة مو عيب، على كيفه. ذا جا بعد جاي يهدد من اخر الدنيا. نعم مرة عيب التهديد، مرة عيب نخوف الناس، مرة عيب نأذي مشاعرهم، صدق صدق، كنت اقولهم والله قبل شوي عيب ذا الكلام، والله يا العظيم. والله عيب.